فقرتنا الأخيرة مع الرياضة أكيد سمر، ورح نحكي أكثر عن المكملات الغذائية على زيادة الاستهلاك اليومي من المواد الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن. يعد الكثير منا آمن أكيد في حال استخدمناه بطريقة صح، والإفراط منا للفيتامينات بتؤدي إلى مخاطر صحية. كل هالمعلومات وأيضا الأشياء اللي نحن لازم ناخذها واللي لازم نبتعد عنها راح نناقشها مع الكوتش غيتا عدرا، مدرب رياضي. أهلا وسهلا فيك كوتش، ويسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي كي ونتعرف عن المكملات الغذائية. مكملات، هلا نحن دائما في عنا مغالطة بهذا الموضوع، عم بيصير انه مثلا انا شفت رفيقي عم ياخذ فيتامين او اي نوع فانا عم باخذه. في شيء كثير مهم بموضوع المكملات، انه الناس يعني انا ما لازم اخذ مكمل اذا انا عن جد ماني بحاجه هذا الموضوع. بالنهايه هو اسمه متمم غذائي، يعني انا مثلا بجوز كون عم اخذ حاجتي من طعام بكل شيء، ففي ناس بتعتمد عليه كوجبه، هي شيء مغالط تماما. هو متمم، يعني من اسمه واضح هذا الشيء. فالمغالطة اللي عم تصير دائما انه خلص نحن هاد شيء اساسي، يعني معتبرينه مثل الفطور مثلا عم ناخده بشكل كامل. لا، هو بغض النظر شو كان نوعه، فيتامين، معادن، بروتين، نحن حسب حاجتنا لهذا الموضوع بالاساس لازم نكون عاملين تحاليل اذا نحن عندنا نقص ام لا. فهي المغالطة دائما عم تصير انه هو متمم غذائي فقط. نعم، يعني في كثير احيانا اشخاص بيلجؤوا للمتممات الغذائيه بلا غذاء، يعني كمان هذا الشيء قديش غلط انه هن ما بياكلوا بيعوضوا الاكل بالفيتامينات، وكمان اللي بيلعبوا رياضه بصير بياخذوا نسبه احماض ايضا عاليه كمان هيك عشوائيه. قديش هذا الشيء غلط، ولاي حد انه بيجوا بيسالوك كوتش انه نحن بدل مثلا ما ناكل الصبح بياض بيض او موزه فينا ناخذ هالحبه، قديش هدول القصص كمان بيمرقوا عليك يعني؟ هلا هذا الشيء دائما عم يصير بشكل يومي نتيجه، يعني مثل ما قلت لك، لانه هي عم تصير انه من واحد لواحد ما عم ترجع لاختصاصي بهذا الموضوع. هلا نحن الشيء اللي عم نحكي عنه دائما، هلا بالاساس عشان نكون عم نفصل حديثنا، نحن ما عم نحكي عن شيء بخص الهرمون، هدول الهرمونات تبعت الرياضيين بيطلع مكمل مدرب كمال اجسام بيحكي فيهم، نحن عم نحكي عن هي الاشياء اللي نحن بحاجتها يوميا او للناس اللي عم تلعب رياضه يوميا. تماما. ما فينا نقول انه نحن اليوم بدنا ناخذ مثلا حبتين فيتامين حتى ما نفطر، هذا الشيء مرفوض تماما، لانه مهما كانت فيها هي الحبه ما راح تعطيك المكونات الموجوده مثلا ببيض الصبح، ما راح تعطيك المكونات الموجوده مثلا بخيار الصبح، الياف وكثير قصص، حتى عمليه الهضم اللي راح تصير بجسمي كرمال هي المكونات ما راح تصير كرمال جسمي كرمال حبه فيتامين او مكمل. فهذا الشيء دائما مغالط. هلا في اشياء نحن بحاجته مثلا، اوكي ما فينا نعوض شيء عندنا بدنا اياها من مصدر خارجي اكيد، بس ما فينا نجي نقول انه انا رح اعتمد على المتممات بحياتي. تمام. خلينا نحكي ما اضرار الواحد اذا مثلا اخذ اكثر من مكمل غذائي باليوم بكميه كبيره، خلينا نحكي عن الاضرار، شو ممكن يصير معه، شو هي الاثار الجانبيه، شو ممكن يصير مع الشخص؟ هلا اول شيء مثل ما قلنا، احنا حتى ناخذ لازم نكون نعرف نحن شو عنا نقص، ممكن ما يطلع عنا نقص باي شيء. هلا كمان متداول عند الصبايا انه هي اوريدي رح تاخذ حديد ودال، انه هذا الشيء مو ضروري يكون عندك نقص. تمام، حتى الشباب ممكن يطلع عندهم نقص، بس الشيء الاساسي اللي احنا دائما لازم نعتمد عليه انه مثلا انا واصف للدكتور او اخصائي التغذيه او حتى الكوتش، هاي مثلا الحبه مثلا على 3 ايام بالاسبوع انا اذا اخذتها زياده فانا ما عملت شيء كثير منيح الي، انا بكون عم ضر حالي. في مكملات مثلا انا باخذها كثر اخذها او استمرار تناولها عشان المدى الطويل بتعمل اصابات مثلا بعمل غدي عندي، بعمل مثلا كبد، بعمل بنكرياس، بعمل كثير اشياء، لانه انا صرت عم جيبها من مصدر خارجي. الكبد او هي الغدي ما عاد عم تضطر تصنعها داخليا، فانت التصنيع الطبيعي لهي الماده صار عندك صفر. هلا مثلا عندك الاحماض الامينيه مثلا، اوكي في منه مثلا 9 احماض، هدول ما راح يتركبوا بالجسم ابدا والجسم ما بيصنعهم بنسبه 1%، انا مضطر اخذهم من مصدر خارجي، بس مو مدى حياتي. اي شيء بكون عم باخذه بشكل دائم لازم اعمل فيه فترات استراحه، حتى لو كان انا كثير بهي حاجه له، مهما كانت حاجتي له يعني مهما كانت عاليه، يعني انا لازم دائما اعمل استراحه من اي شيء عم باخذه. بدي اقول لك انه هي في يعني في اشياء كمان بيصير معك، مثلا في ناس عندها مثلا بتاثر على الذاكره، بتاثر على التركيز، عدا عن القلق اللي بيصير، في ناس بعد عمر طويل بيصير معها شيء مثل الخرف، الزهايمر، كثير في اشياء جانبيه مضره، عدا عن الناس اللي مثلا الواحد بيكون عم ياخذ فيتامين مثلا انه عنده الاربطه عم توجعه، فهو بضل بياخذ، ف يعني من فتره من الفترات اوكي بيرتاح، بعدين بصير تنعكس عليه سلبا، بيرد بتصير توجعه لانه هو صار عنده كثافه منها. تمام؟ تمام. يعني ايضا كمان
بدنا ايضا بعض المعلومات اللي دائما بيعملوا كورسات فيتامينات بياخذوها مثلا 3 شهور بيقطعون 3 شهور بيردوا بياخذون كمان 3 شهور، وفي منهم لا بياخذون مثل ما حكيت على مدار سنه خلينا نقول وبيقطعون فجأة. شو الفترات اللي لازم يستريح منها الجسم وكيف يرجع لها، وايضا قديش كمان انه يعملوا تحاليل دورية مهمة؟ هلا الفترات هي بيحددها الطبيب، بده يقول لك حسب الحاجة، الكوتش قادر يحدد لك لانه هو بيعرف هلا مثلا عم يدربك، فانت مثلا بيحصل فنفترض يوم عم يجهدك هي هذا الشهر عندك جهد، فهو مثلا بيطلب منك تاخذي مثلا جلوتامين مثلا، تمام؟ لان هذا الشيء مثلا بيساعدك على الراحة والاستشفاء، اوكي تمام. هو كوتش قادر يوصف لك، بس انا وقت بدي اوصف لك اي فيتامين طويل او او ذات مدى طويل، نعم. لازم انا حتى ككوتش بخلي اللاعب يرجع لعند دكتور تغذيه او دكتور مختص بهذا الموضوع يشرح له كيف لازم ياخذهم، لانه بالنهايه هذا عامل تحليل بجوز عنده نقص 10%، في ناس عندها نقص 50%، في ناس صحيح. ما عندها مصفر عندها، كل هاي الاشياء لازم نحن نكون عم نمشي فيها. بس قلت لك بشكل عام نحن لازم ناخذ مثلا حوالي شهرين على يعني على الاقل نعمل استراحه مثلا 15 يوم كثير منيحه، تمام، بعد عنه بشكل كامل، نريح جسمنا من اي شيء عم ناخذه، تمام؟ هلا نحن عم نحكي هذا الحكي بس 15 يوم كافي اذا مشينا شهرين ورا بعض، تمام؟ يعني 60 يوم. هذا عم حاكيك هذا الحكي لانسان صار سليم، هلا في ناس بتكون عم تاخذ هدول وهي عم تاخذ دواء مزمن لاي مرض ثاني، عداك عن شو ممكن يصير تداخلات دوائيه بهذا الموضوع، تمام؟ نعم. فنحن دائما لازم نكون يعني نعمل استراحات لنا، ومو هون الفكره، انا مثلا الكوتش تبعي موصوف لست شهور. طيب انا ما بغلط بعد 3 شهور حلل، ممكن بعد 3 شهور نحلل مشكلتي، تمام؟ مو يعني اذا انا رياضي فانا اكيد بحاجه استهلاك، لا انا ممكن عم جيب حاجتي من الفواكه وا 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 بغض النظر انه هذا الشيء غير ممكن انه انت تجيبي حاجتك منه، بس انت بجد عم تحققي نسبه 80%، فانه حلوه منيحه. اكيد. بالختام بدنا نصائح اخيره لكل حدا عم يتابعنا اليوم، شو بتحب تخبره؟ بحب خبره انه اهم شيء ما يلجا للمكملات الا اذا عن جد عنده نقص، يكون محافظ على اكله الصحي يوميا. هذا الموضوع دائما عم ينهمل عندنا هو موضوع الفواكه والخضره، الناس مثلا بتصير عم تاكل بس لحم، بتصير بس عم تاكل مثلا كارب وهالاشياء، عم ينسوا موضوع الفواكه وهالاشياء، هذا كثير مهم لانه هي المصدر الاساسي للفيتامين. وموضوع النوم لازم ننام منيح حتى يصير عندنا استشفاء، ونبعد عن موضوع السهر لانه هو يعني بهد نص الجسم تماما، ونكون بخير دائما. اكيد بنتمنى الخير اكيد للجميع، وشكرا لك، شكرا لمعلوماتك، بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا لك اكيد، ان شاء الله هيك بيكون لنا معلومات ثانيه بحلقات اكيد قريبه.